ضيفتي فنانة بتعرف مزبوط عن شو عم بحكي لأنه عايشت كل هالظروف اللي عشناها، وهي مصرة على الحلا مهما كان الثمن. رحبوا معي بليال عبود. بكي كبير وطول
دافئ ريتو يسلم لي قلبك يا كون الضحك عجفافي أكتر من حالي بحبك قلبك كبير ودافئ ريتو يسلم لي قلبك يا كون الضحك عجفافي أكتر من اهلا وسهلا فيك ليال عبود بسهره خلي عينك على الجديد. مساء الخير جوزيف، مساء كل اللي عم بيشاهدونا عبر محطه نيو تي في. اشتقنا لك. احنا بالاكثر. شو هالفستان الغير شكل اول شيء. عيونك كل حلوين. نحن السنه مرقت سنه مش عاديه، بس انه دائما اذا منفتش بين الخبايا منلاقي قصص حلوه ومنلاقي قصص ايجابيه لنقدر نشد الايجابيه صوبنا. يعني هيك شو بتشكري الله السنه على شو؟ بشكره لأنه بعدنا لحد هلأ بخير الحمد لله. نعم. الحمد لله أنه ما خسرت حدا من أهلي الحمد لله. والناس اللي بحبهم لحد هلأ بقول كتر خير الله شكرا. صورت كليب لأغنية من الحب ما قتل بال2020، صورتي لكليب والأغنية وعدت أنه في جزء تاني بال2021. شو يعني جزء تاني؟ أنا ما كتير فهمت. كمان أغنية تانية تكملي للأغنية وتكملي للكليب كمان. وشو بتضيف هذه الشغلة؟ بتضيف أنه كفينا التمثيلية. نعم. عم نغني بطريقة كلاسيك توصل على القلب من دون استئذان. نعم. وشي جديد عم ببتكره ليال عبود. قلت قعدت كتير بالبيت ليال، شو تفضلك تعملي بهالأوقات الفراغ؟ يعني شو القصص الحلوة اللي قدرت تعمليها ما كنت أعطيتيها وقتك من قبل وهلأ أعطيتيها وقت أكتر؟ القعدة مع ابني أكتر، الاهتمام بدراسته بالزوم. أوكي. الطبخ كتير، أنا بحب الطبخ، هلأ زدت أكتر على القائمة. طيب شو رأيك نسمع هيك جملة من الحب ما قتل قبل ما نسمع شيء للسيدة وردة الجزائرية الله يرحمها اللي بحبها كتير وجودها بكل سهرة أنا فيها. هو من الحب ما قتل أكيد سمعت بهالمثل، مش كل قصة بتنتهي وبيربح فيها البطل، قصتنا تمثيلية فيها الزمان احتار، قدرت تمثل علي ونجحت بالأدوار، قصتنا تمثيلية فيها الزمان احتار، قدرت تمثل علي ونجحت بالأدوار. جديد يا حبيبي كتر العذاب كيف بينتسى، مش عم صدق انك هيك اقسى من الاسى يا حبيبي، يا حبيبي كتر العذاب كيف بينتسى، مش عم صدق انك هيك اقسى من الاسى، واخر حلقه تخلص هيك ريحني وخلصها. الله، انتظروا الجزء الثاني بال2021 هيدي ان شاء الله. اذا بينا طيبين، يعني اذا بينا طيبين ان شاء الله بنبقى نحن عن جد هلا سيرفايفرز، يعني عم نطاحش لنكمل، والانجاز الاكبر اللي بنعمله هلا هالسنه ان نبقى عايشين مثل ما انت هلا قلتي. للسيده ورده في يوم وليله كرم عينك اليوم. في يوم وليله ليلة ليلة خدنا حلاوة الحب، كله في يوم وليلة، أنا وحبيبي حبيبي حبيبي دوبنا عمر الحب، كله في يوم وليلة. ليال بتخافي تكبري؟ هيدا الشعور صار مؤخراً.
قعدت البيت على على عدم شوفتي لجمهور اللي دايما بحمسني بيعطيني موتيفيشن. عم حس انه العمر عم يمضى لازم نعمل شيء. ما تخافي اسم الله عليك، ما الله عليك، رح اترك لك المسرح لالك. بيبقى الجمال جمال الروح. طبعا تفضلي. طبعا ثانك يو. سمارك يا حلو، سمارك يا حلو، ساحر ونادر بمملكة الهوى، جوهر ونادر ونادر. فؤاد من القلب، فؤاد
سلم هتم ليال، تفضلي. ثانك يو. قلتي لي بتخافي من الكبر قبل ما تطلعي تغني، شو بتعملي حتى ما تكبري بالعمر؟ يعني عم نحكي بالشكل وبالظهور. فهمت عليك. وبالحضور. اول شيء قراءة الكتب، الارتماء باحضان الطبيعة، كتابة الشعر، مديتيشن، رياضة، شوية اكل صحي، و وحب العائلة، أهم شيء الحب. ليال اليوم كتار يعني بعد ما قعدوا ببيوتهم لفترة طويلة، وكتار منهم ما قعدوا ببيوتهم للأسف، بس اليوم رح يكون الاحتكاك أكبر والعالم رح تتنقل بشكل كتير كبير لليلة راس السنة، وبتمنى أنه ياخدوا احتياطاتهم. شو بتقولي لهم اليوم؟ بدي أقول لهم كونوا على المسرح، بس تحملوا مسؤولية أنه أنتم مسؤولين عن نفسكم وعن غيركم. شو رأيك أنا وياك اليوم ننتقل للتحدي؟ أكيد نحن قد التحدي. أنت تحديت طبعاً. وأنا قبلت التحدي. ليال بدي أتحداك تحدي كبير وكتير صعب، انتبهي عليه كتير منيح. دقيقة كاملة بدي إياك تقولي فيها نشرة الأخبار بالفصحى، ورجينا لنشوف. يلا. مساء الخير. الليلة نشرة الأخبار قوية جدا، تحمل كل ما يحتويه العالم من أزمة كورونا وكل أنا كل يوم رح صير أحضر أخبار. تخيلوا نشرة الأخبار بهالغنج هاي. طيب عيدية بعطيك فرصة تانية. مساء الخير. توجه رئيس الجمهورية نشرة الأخبار الليلة مساء على قناة الجديد نيو تي في، صح؟ ترافقكم ليال عبود. أوكي. بشرفك. شي مرة بحياتك سمعتي مذيعة أخبار طلعت قالت إنه أنا عم رافقكم بنشرة الأخبار؟ هيدي نشرة أخبار ممضية سيجنتشر من ليال عبود. فاشلة بنشرة الأخبار. طب خلينا نلعب لكن. أنت دارسة أدب إنجليزي وبتحكي عدة لغات، تحكي فرنسي، بتحكي إنجليزي، وكمان طبعاً عربي، وبتغني بعدة لهجات. بدنا نبلش أول أغنية بالإنجليزي. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door and you hear in my heart, and my heart will go on and on. تفضل يا ليال، المسرح لك. Thank you.